Some sergeant of Khamis tried to destroy them. So we want to keep this safe for a new state of Libya in future. And we still enter a new regime began, and we will take this thing back to right place, inshallah. ستحول إلى جهة أخرى. هي مسؤولة عن توزيعها أو شيء من لا نعرف يعني في قاعدة معيدية. أيوة أيوة. لأن التوار هناك يعني موجودين. تقصدين الناس يعني متطوعون من المنطقة يعني. الناس المتطوعين المنطقة لا يؤثرون في المنطقة، ربما العامل الاجتماعي لا يسمح لهم أن يرموا السلاح على أحد من الرصاص على أحد من المنطقة، لكن ربما ذهبوا إلى مناطق أخرى وقتلوا ناس في مصراتة أو في الزاوية كذا، فنعرف أن هؤلاء من أزلام القذافي فنقبض عليهم ونسلمهم إلى ناس يعني جهات مختصة تتم التحقيق معهم في هذه القضايا. Just to go.